إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الخليقة إلا لهدف عظيم ولغاية مهمة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة، فيعبد الله جل وعلا ولا يشرك معه غيره. وهذا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدوني ويفردوني بالعبادة، فلا يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على تبيين هذه المنزلة ومنزلة صاحبها في الدارين، وأنه مبوأ مكان عظيم ومنزلة رفيعة حين الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجزيه خير الجزاء في جنات الخلد إن مات على توحيده وإفراده لله سبحانه وتعالى في عبادته بجميع أنواعها، بأقواله وأفعاله، وبالأعمال الظاهرة والباطنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه المنزلة، وأن من أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة نجا من عذاب الله، وكان مستحقا للجزاء الأعظم في جنات الخلد. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة. والمقصود بمن قال لا إله إلا الله، أي أنه قالها بلسانه وعمل بشروطها ومقتضاها واعتقدها بقلبه اعتقادا جازما، وليس المقصود فقط القول، فإن بعض المنافقين يقولون لا إله إلا الله، وبعض الكفار يقولون لا إله إلا الله، ولكن المقصود أن يقولها بلسانه ثم يعمل بمقتضاها من توحيد الله جل وعلا وعبادته كما يريد، وخلع ما سواه سبحانه وتعالى. هذا المقصود بقوله لا إله إلا الله، من قالها في آخر حياته وختم له فيها دخل الجنة. فاعلموا هذا عباد الله علم اليقين، واعتقدوا به حق الاعتقاد، أن المقصود أن يعمل بمقتضاها، فلا يعقل أن يردد لا إله إلا الله دائما وهو يناقضها بعمله وقوله وفعله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على تبيين منزلة أهلها، وأنه من مات عليها وإن كان عنده بعض الذنوب فإنه حري بأن يدخل تحت رحمة الله جل وعلا ومشيئته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وليس المقصود بهذا أن يعمل العبد المعاصي والذنوب وأن يكتسبها ولا يزال مسرفا على نفسه، ولكن هذا بيان بأن التوحيد صاحبه موعود بالمغفرة، سواء دخل تحت مشيئة الله أولا فأدخل الجنة وغفر له ما غفر من ذنبه، أو أنه يعذب بذنوبه في نار جهنم نسأل الله العافية
ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا ببيان وتبيين منزلة التوحيد، كان أيضا حريصا على تحذير أمته من الشرك وأهله، ومن الشرك وفعله من تمام نصحه لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. انظروا عباد الله، يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني بعضنا لم يسلم إلا للتو، فبقيت عنده أشياء من أعمال الجاهلية، فمررنا على سدرة للكفار يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، وكانت تسمى ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي نتبرك عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك. وانظروا عباد الله أين كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلموا منزلة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى قتال الكفار، ويحتاج إلى جهود الأشخاص بعد الله سبحانه، ومع ذلك لما وقع منهم ما يلبس لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: لأقاتل أولا ثم أعلمهم التوحيد بعد ذلك. بل أنكر عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، لعلمه أن من مات على الشرك مخلد في نار جهنم، وإن جاء بأعمال كقدر السماوات والأرض، لقول الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتوحيد منزلته عظيمة عباد الله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، وذلك لأنهم كانوا يتبركون بها ويرون أنها تدفع العين وأنها تجلب النفع. وما كان هذا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الخلق للخلق يعلم أن التوحيد منزلته أن صاحبه إلى جنات الخلد بإذن الله جل وعلا، وأن من أشرك بالله سبحانه وتعالى فهو مخلد في نار جهنم. ولذلك عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا حق الدعاء، وبذل حياته في تحقيق هذا الهدف وبيان هذه الغاية التي خلقت من أجلها الخليقة يا عباد الله. ولقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث العظيم يبين لنا مسألة عظيمة جدا، وهي أن من الرقى، وهي القراءة على الناس، ما يكون شركا يا عباد الله، وهو أن يأتي العبد فيرقى بغير أسماء الله وصفاته، فيستعاذ بالشياطين ويستعاذ بالجن من أجل الاستشفاء، كما يفعله الدجالون والكهانون والذين يسمون في هذا الزمن سادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فهذا السيء لا يسمى سيد بحال من الأحوال، لأنه يستعين بالجن ومردة الجن، ويستعين بالشياطين، فإذا جاءه المريض ودخل عليه وجد شخصا أقدر ما يكون على وجه الأرض، متسخ الثياب، أو أنه يكون ضريرا أعمى لم يستطع أن يرجع البصر إلى نفسه، فيأتي هذا العبد المخدوع
يريد أن يطلب الشفاء من رجل لم يستطع أن يذهب الإعاقة عن نفسه، فكيف يأتي الصحيح إلى مريض لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فيأتيه فيرقيه بالرقى الشيطانية. وهذا النوع من الرقى شرك يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيا ويح من أمضى حياته بالصلاة والصيام من حين نشأ على شبابه إلى حين شاق بعد هذا العمر الطويل، فتأتي هذه الأعمال فيشرك بالله جل وعلا عند رجل من رجال السوء يسمى سيد أو مطوع، فيرقيه برقية شيطانية فيذهب دينه بعد أن يلتجئ القلب إلى الشياطين، ويأمره بذبح خروف أحمر أو ديك أصفر أو ما شابه، أو أن يسأله عن اسم أمه أو اسم والده أو عن جدته، أو أن يأخذ شيئا فيبيته عنده. هذه من علامة الكهان عباد الله، ومن ذهب لهم فقد ضيع نصيبه من الله، وقد أشرك بالله وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على لسان الصادق المصدوق الذي قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو أنه يحدث بينه وبين أحد الناس خصام فيقول: فلنذهب إلى السيء فلان نحلف عنده أنك لم تأخذ مالي، وهذا يرى أن هذا الرجل يضر وينفع من دون الله، فمن اعتقد هذا فقد خسر خسرانا مبينا وأشرك بالله. هذا النوع من الرقى والقراءة شرك بالله يا عباد الله، ولا يجوز الذهاب إلى من كانت هذه صفاته. وأما الرقية والقراءة إذا كانت من كتاب الله وكانت بلسان عربي فصيح واعتقد العبد أنها سبب من الأسباب، وإنما المسبب هو الله سبحانه وتعالى المستوي على عرشه استواء يليق بجلاله الذي بيده الضر وبيده النفع، إن فعل هذا وهو معتقدا هذا فلا بأس به. ولكن إن ذهب إلى هؤلاء الدجالين الذين يقرؤون بالشرك ويستعينون بالشياطين فقد ضيع نصيبه من الله، ومن أشرك بالله لا ينفعه صوم ولا حج ولا صلاة، ولو جاء بهذه الأرض وملئها أعمالا صالحة فلن تنفعه عند الله. التوحيد يا عباد الله، التوحيد إفراد الله بالعبادة، أن لا يلتفت هذا القلب إلا لله، حتى لو جاء العبد بشيء من أنواع المعاصي يطمع أن يدخله الله في الرحمة، ولكن إن كان مشركا فلا يطمع برحمة الله أن تناله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالمقصود بالتمائم ما يعلقه بعض الناس مما يسمى عند بعض الناس حرز، ومما يسمى عند بعض الناس جامعة، هذا الذي يجعل من جلد يجعل له هذا الكاهن ورقة فيجعل فيها رسوما متعارضة، أو أنه يدعو فيها الشياطين فيذهب بعد ذلك فيجلدها بجلد ثم يعلقها على رقبته أو في مخدته أو في سيارته. من اعتقد أن هذه تنفع وتضر من دون الله العظيم فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. الذي يقول شرك هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المتكلم وليس السامع. فإياك يا عبد الله، إن كان عندك من هذا شيء أن تخرج من هذا المسجد وأنت لم تعاهد الله على التوبة، لأنك إن كنت تعتقد أن هذه الحروز مما يدفع الضر ويجلب النفع فقد كفرت بالله العظيم، ومع ذلك عند ذلك لا ينفع للعبد صلاة ولا صيام إن كان مشركا بالله. مثل هذه الحروز مثلها مثل هذا الخرز الذي يعلق بالسيارات، الذي يعتقد العبد أنها تدفع عنه العين وتجلب له النفع، هذه أيضا تعد من التمائم يا عباد الله. من علقها فقد أشرك. وفي لفظ للنبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه،
والمقصود بتعلق أي أنه علقه وتعلق قلبه به، ويرى أنه إن أزال هذه الخرزة وقعت به الطوام، فإن اعتقد هذا وظن أنها تجلب النفع وتدفع الضر فإنه أشرك بالله سبحانه. ومنها أيضا تلك الخواتم التي تجعل من أجل الخطوبة، إذا خطب رجل امرأة ألبسها خاتم وألبسته خاتم، إن اعتقد أن هذه سبب من الأسباب فهذا شرك يا عباد الله، لأنه جعل شيئا ليس له متعلق حسي ولا شرعي، جعله يضر وينفع من دون الله. وأما إن لم يكن يعتقد هذا الاعتقاد أنها تضر وتنفع أو تجلب المحبة فإن هذا من عادات النصارى فلا يجوز لبسها. أما إن اعتقد أنه إن خلع هذا الخاتم تضعف المحبة بين الزوجين أو أنه يحصل الطلاق ويحصل الشقاق فإن هذا تعلق بالأسباب، إن كان يرى أنها تدفع الضر أو تجلب النفع فهذا شرك بالله العظيم. عباد الله، يحذر العبد أن يسلب دينه يا عباد الله، فإن التوحيد هو الغنيمة وهو المنزلة العظيمة، وهو الذي يرجو العبد أنه إن قابل الله سبحانه وتعالى ووقف بين يديه وصح توحيده أن يدخله الله جل وعلا في رحمته وأن يدخله في عباده الصالحين. لأن الناس كل من الناس مذنب، لكنه إن حقق التوحيد وجاء إلى الله سبحانه وتعالى بتحقيق هذه العقيدة وحققها حق التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيطمع أن يدخل في رحمة الله. ومنها عباد الله، من هذا كذلك أن يحذر العبد من الشرك كله بجميع أنواعه وأصنافه، وأن يتعلم التوحيد ويدرسه، لأنه يحتاج إلى علم وتطبيق لعل العبد أن ينجو بين يدي الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فاعلموا أن كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق واحد، وهو ما كان عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة والسعادة في الدارين فليجعل النبي صلى الله عليه وسلم له إماما ومتبعا، ولا يقدم على سنته صلوات ربي وسلامه عليه قول أحد كان، فإنه هو الصادق المصدوق، وهو أنصح الخلق للخلق، وهو الشافع المشفع صلوات ربي وسلامه عليه. ومن صح توحيده واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يدخل في شفاعته يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقف على حوضه ويسقى منه الناس يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ليذاد أقوام عن حوضي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما اصطنعوا من الأمور واتبعوا من الأهواء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فإياكم ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إياكم واتباع الأهواء، فاجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم لكم إماما ومتبعا، وخذوا العلم من أهله ممن يسلكون طريقه صلوات ربي وسلامه عليه ويدلون الناس على سنته، ولا يجرفنكم أهل الأهواء وأهل الشرك وأهل البدع الذين لا يريدون سنته أن تعلو في الأرض، ويريدون أن تعلو أهواءهم ليصلوا إلى مآربهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طريق خير إلا دل هذه الأمة عليه، ولا ترك طريق إلا حذر أمته منه. وكان مما قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في لفظ: من عمل
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. فالاتباع الاتباع أعظم الاتباع له قبل سنته أن توحد الله وتفرده بالعبادة. الذي دلنا على هذا الطريق هو صلوات ربي وسلامه عليه. فإياكم يا عباد الله من محدثات الأمور ومما اختلق أهل الأهواء وعامة الناس ودهماؤهم الذين لا يريدون لدينكم أن يرتفع ثم بعد ذلك ينطمس نور السنة ويوقد ظلمة البدع وتنتشر بين الناس فيذهب الدين سنة سنة حتى تفشو البدع وتذهب السنة وتعلو الأهواء فلا يبقى في الناس من يدل الناس على الطريق الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع سنته صلوات ربي وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه فينا وأن يجعلنا ممن يرد حوضه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. اللهم جنبنا الفتن. اللهم جنبنا فتنة الدين والدنيا.